دعم كبير من الشارع يلقاه المجلس الوطني السوري الذي شكل في اسطنبول، فتظاهرات الجمعة بعنوان جمعة المجلس الوطني يمثلني. التظاهرات مستمرة رغم الطوق الأمني المحكم، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدنيين قتلوا بالرصاص في حي باب سباع في مدينة حمص وفي دوما قرب دمشق، حيث قضى بعضهم قنصا، كما توفي شاب الزبداني متأثرا بجروح خلال إطلاق رصاص في كمين لمطلوبين أمنيا. وفيما تشكل حمص أحد مراكز الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الأسد، ذكر المرصد السوري أن إطلاق نار كثيفا وانفجارات سمعت في أحياء المدينة، كما وردت أنباء عن اغتيال المعارض الكردي البارز مشعل تمو في القامشلي. من جهة أخرى، سارت تظاهرات ضخمة في معرة النعمان في محافظة إدلب قرب الحدود التركية، وفي دير الزور ترددت أصداء الرصاص في بضعة شوارع تدفق إليها مئات المتظاهرين بعد الصلاة، والحال عينه في جسر الشغور وغيرها. وإذ تحدثت لجان التنسيق المحلية عن تظاهرات خصوصا في محافظة دمشق، بدأ التنظيم واضحا في المسيرات وفي مدن بنياس واللاذقية وعمودة الساحلية. وفيما بات المتظاهرون يعرفون جيدا تكتيك القوى الأمنية، قبعوا في الشوارع منذ ليل الخميس في الكثير من المناطق حيث ينظمون المسائيات. سياسيا، وفي موقف لافت، اعتبر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن على النظام الرحيل إذا لم يتوصل إلى إجراء الإصلاحات الضرورية في سوريا، لكنه حذر في المقابل من أن روسيا ستعطل في المستقبل أي عقوبات قد يفرضها مجلس الأمن إذا ما اعتقدت أنها تهدف إلى إطاحة حكومات ليست على علاقة جيدة بالقوى الغربية. وردا على نداء الداخل بتوحيد المعارضة وعملا منها على إبراز هيئة موحدة للحوار مع الغرب، أعلن برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري عن اجتماع للمجلس السبت في القاهرة هذه المرة بهدف انتخاب هيئة إدارية للمجلس. في هذه الأثناء يصول الملف السوري ويجول بين هيئات الأمم المتحدة. في المقابل، أعلن نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد من جنيف أن دمشق ستسلم الأمم المتحدة لائحة ب1100 شخص قتلهم إرهابيون، كما قال.